السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اشتقنا إليكم كثيرا، فلولا الأطفال لأخبرت الدنيا بالفعل. في هذا الأسبوع سنفتتح بأبيات شعرية عن أغرب حشرة، فلولاها لما أثمرت الأشجار ولا اختفت مزروعاتنا. في نظرك ما هي هذه الحشرة؟ إذن هي النحلة بطبيعتها. سنقرأ أولا بطلاقة: مخلوقة غريبة صغيرة عجيبة، تعيش في خلايا كثيرة الزوايا، تطير للأشجار والزهر والثمار، تمتص منها الماء وتجمع الغذاء، من عسل مصفى نأكله فنشفى. هذه أبيات شعرية. البيت الشعري يتكون من الشطر الأول والشطر الثاني. إذن الشطر الأول والشطر الثاني يكون بيتنا شعريا. لنلاحظ لماذا ينتهي الشطر الأول؟ ينتهي بحرف الباء والهاء، نفس الشيء بالنسبة للشطر الثاني، ينتهي بالباء والهاء، وهذا ما يسمى بالقافية. نعود الآن لتحدث عن النحلة. وصف الشاعر على أنها غريبة وعجيبة، لماذا يا ترى؟ صدر ذلك من خلال ما تفعله. إذن النحلة صغيرة لكن تبني خليتها، والخلية سداسية شكل تكون زوايا، والتقاء الأضلاع يكون زاوية، وهي لم تبني الزاوية أو لم تبني الأشكال السداسية عبثا، لا، إنما الشكل السداسي يوفر إحكاما للخلية فلا تنهار. ثم إن هذا الشكل السداسي يوفر تدخل عدد كبير من النحل في نفس الوقت وفي مكان واحد. تخيل معي لو أنها بنت خليتها على الشكل الدائري، إذا هذه الفراغات ستسبب انهيارا. إذا هذا الإنجاز الأول. ثم إن هذه المخلوقة الغريبة العجيبة تطير الأشجار فتمتص رحيقا من الزهر والثمار، هذا الرحيق تصنع منه شرابا، وهذا الشراب هو شفاء للناس طبعا. أليست بالفعل غريبة وعجيبة؟ الآن سننتقل إلى زمان الأبيات الشعرية. فالنحلة جادة، إذا فهي تمتص الرحيق في الصباح الباكر.
تنتقل إلى الغابة أو إلى الحديقة أو إلى البستان، وهذا ما يسمى بالمكان. أما شخصيات الأبيات فهي الشاعر، الشاعر هو من نظم هذه الأبيات، فتحدث عن النحلة. أما أحداث الأبيات فهي تتمثل في مجموعة من الأفعال. ما هي هذه الأفعال؟ فهي تعيش، تطير، تمتص، فتجمع، ثم نأكله هذا العسل المصفى فنشبع. لذلك قال الله تعالى في سورة النحل الآيتين 68 و69: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أعيد أكرر، أليست غريبة وعجيبة؟ تصنع شرابا وهو فيه شفاء للناس، فما أبدع الخالق فيما خلق. إذن أبنائي الأعزاء، في المنزل يجب أن تحفظ هذه الأبيات الشعرية، ولا بأس أن تقلد النحلة في جدها وفي عملها. فاستيقظ باكرا وأنجز واجباتك، وحرص على دروسك حرصا تاما كما تحرص النحلة على عملها. وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.